السلام عليكم. كاينين بزاف د الاعداء اللي ضحكوا فاش شافوا هاد اللقطه. اذا نعيد النداء، يا اما غادي تخرجوا ولا ما غيعجبكم حاله دينا لكم بحجيب، غادي نديروا لوالديكم ستاتي نزيلوا لاطاي كلشي كاين. هادي حاجة باينة، شباب مغاربة كيقشبوا بيناتهم، ولكن الضحك فيه وفيه، وحنا إلا ضحكنا ما كنضحكوش من فراغ، كنستمتعوا في نفس الوقت كنصيفطوا رسائل اللي ما كيفهموهاش الفراغشية، ماشي مشكل حتى حنا هذه هي خدمتنا، نسهلوا عليهم الفهمة باش نساليو معاهم قبل الوقت. بلا شك يا بو صبع زرق شفتوا كيفاش دار المغرب لإسبانيا، وشفتوا الخطط الجهنمية اللي داروها المسؤولين ديالنا، والنتيجة هي خسارة مور خسارة لإسبان. بغيت غير نفكركم باللي هادو مواطنين مغاربة كانوا كيضحكوا هذه 3 سنين، يعني في سنة 2018، شباب مغاربة لعبوا الإسبان غير بالفن. واللي ما سبقلوش شاف الفيديو ماشي مشكل، كل شيء سهل، هاكو تمنظروا مزيان وستلغاو الضحك كي داير. هاد اللقطة تصورت في كأس العالم في روسيا، شفتوا الشباب ديالنا كيفاش زعقوا عليهم غير بالضحك؟ وحيانا الله حتى شفناها كتطبق بالمعقول، ولهذا انتظروا يجي واحد النهار غادي يدار مسيرة كبيرة باش نرجعوا كاع الأراضي ديالنا. الشعب المغربي والله ما عنده مثيل، قادرين نديروا أي حاجة وحنا ضاحكين، ونهار يجينا الأمر غادي نتفرجوا يا نظام الخينيرالات. ودابا جيو نشوفوا الضحك ديال بوخرخر اللي ديما كيخرج عليهم عكس المغاربة تماما، نهار نواوي ضحكوه جزرناه لهم، عقلتوا فاش بغيتوا تلعبوها هبل تربح وصدقتوا هبلتوا بلا ما تربحوا، نفكركم في بالكم غير في ثواني بسيطة ورجعوا. لا بديل 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 لا بديل. كل الوطن كل الوطن صعب القلقلات غير شرعي. خليناكم تضحكوا على راسكم مزيان، وفي التالي درنا لكم الشكلي في العكلي، وها النتيجه التاليه. جاب هاد البوليزاري صاحب، جاب هاد البوليزاري صاحب، المهم الا بكر عليهم. شوف 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 بوليزاري شوف. يا والله القسم الا نعايلهم بقاو مزلعين، اش داكم لهذا الشيء؟ ما قادين على والو تكمشوا، وهذا الشيء اللي خلاني نقول في الاول الفيديو باللي الضحك فيه وفيه، ومعانا باقي نشوفوا العجب اللي ما عمركم شفتوه.